يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا شارك إنسان في مشروع سيء له أوزار وسيئات مضاعفة وانتشرت آثاره انتشارا واسعا لا يستطيع إيقافه، سؤاله لا يستطيع إيقافه، إيقاف الآثار، يقول هل له من توبة بعد ذلك إذا كانت هذه الآثار مستمرة؟ التوبة مطلوبة، وله توبة، من أحد ماله توبة، توبة من يرد، من يحول بينه وبين التوبة، ولكن يعلن إعلان أن تبت عن هذا الشيء وأنا بريء منه، يتبرأ منه، إن كان أنه واضع به مال يسحبه ولا يساعد عليه ويقطع الإعانات التي يعين على هذا المنكر يقطعها، نعم، يعمل ما يستطيع من التخلص من هذا الإثم، نعم.